مبروك عليكم الاكتئاب والسفالة وخسروا أولادكم. إذا ما سحبوهم رح تخسروهم، ما أنتوا مش بس اللي سحبوا أولادهم خسروا أولادهم، لا وليش اللي احنا ربينا أولادنا ما خسرناهم. مبروك عليك أوروبا، احنا ندلينا لقلنا، بس اللي بقول لك غير هيك كذاب. أنا أقسم بالله يوميا أنا كل شهر بقول لبنتي بدي أروح أفحصك العذرية، لا عارفة أحفظهم قرآن ولا عارفة أقرئهم عربي زي الناس. كل يوم عيلة عم تتاخد أولادها، صدقا ليش نكذب؟ مسلمة مسيحية الناس كلها تدمرت. هاي إذا حد لقيت حدا يدفنك، لأ أنت هون بتندفن. أنا أولادي هذيك اليوم قاعدين عاملين اجتماع، ماما أنا عمري 36 أولاد، أولادي عاملين اجتماع، ماما إذا ماتت بنحرقها. أنا الناس هدول اللي رجعوا نفسي هيك أبوسهم أعملهم حفلة، هدول بيستاهلوا عن جد، هدول عم يجاهدوا. صالح الأخبار يا جماعة، استكمالا لعرض التجارب القاسية اللي بيعيشوها إخواننا في أوروبا، إخواننا العرب طبعا، والغرض الأساسي منها في القناة عندنا هو نشر التوعية والنصيحة لكل الناس اللي بتفكر الهجرة لأوروبا. النهاردة جايبين لكم تجربة قاسية لأخت أردنية عاشتها في الدنمارك، وباعتراف منها إن وجودها وجود أي عربي في الدول الأوروبية دي بيعتبر خطر كبير جدا عليهم وعلى أولادهم، وبيدمر طبعا عيلتها، وحتى لو عرفتوا تربوهم في البيت برضو الحياة هناك هتغيرهم. الأخت هتتكلم بكل صراحة وكل شفافية ومش هتخبي أي حاجة، وبتتكلم فعلا من قلبها، وهتتكلم عن الحاجات اللي بتحصل هناك وليه العرب بيعندوا نفسهم إن هم يفضلوا في الدول دي. حلقة جريئة جدا وكلها صراحة، عشان كده دعمك للفيديوهات عن طريق اللايك والشير وتفعيل الجرس هو دعم فعلا للناس اللي عايشة في أوروبا وتوصيل صوتهم لكل الناس. ده زاد طبعا انك بتدعم القناة عندنا وبتساعد على نشر الفيديو. انتظروني. انا بدي اختصر، بديش احكي كتير. شوف احنا بنعرف كل شيء والله، واحنا عايشين بذل وبمهانة، واولادنا مش اولادنا. وعارف لما صارت حفلة الشذوذ انا من الناس اللي ما بعرف اسكت، يعني انا ما كنتش عارف يوميها في حفلة، وكنت مرة من حدهم، يعني ابني لقط العلم وأنا ما قدرت صراحة زتيت، وابني ما بيفهم، ابني 4 سنين. يعني إجت واحدة بدها تعصب علي، قلت لها أنا ما بدعمكم، أنا هيك. فإحنا عارفين كل شيء، وإحنا عبدة مال، أقسم لك بالله كل أنا لا أنا بقول لك الحقيقة، ليش نكذب؟ القديمين اللي أنا جاي من 20 سنة، فكرك اللي كانوا من 40 سنة ما عندهم مش عمارات بالبلاد، ما فيهم مش يرجعوا يستقروا فيهم، عندهم ملايين. أنا مرة سألت واحد قالوا لي أنت في شيء بمخك، أنت مجنونة لتفكري برجوع؟ هون لا في صحة وفي عنصرية، وين ما نمشي نظراتهم بتحتقرنا، إحنا ناس محتقرين، ليش نكذب على بعض؟ اللي بتقول لك أنا جوزي رفيقتي أقسم بالله دكتور حيدر بأحسن مستشفى كان، يعني درس هون عادل شهاته، أقسم بالله إجت رئيسة المستشفى قالت له طيب إمتى بدك ترجع تنقلي على بلدك بمعنى تخدم بلدك؟ هو بلده كان بعز الحرب، هو إجا قال في شيء أكتر، أنا بنتي بتشتغل، عارف أنا بنتي أنا تجوزت 16 سنة جيت على هاي البلد الدنمارك. أنا بقول لك وأنا من الناس اللي ما بعرف أسكت، يعني أنا إذا واحد بنطيني نظرة ببعز له عينيه، يعني عارف. وأنا بقول لك الحقيقة، وأنا لابسي مودرن، يعني ما بقول لك إني لابسي محجبة، لا مش محجبة، بس اللي بشوفه أصلا هون اللي بيقولوا لك إحنا بالجامع 24 ساعة، بالجامع 24 ساعة، أنتوا بتشوفوا بناتكم؟ أنا أقسم بالله ما بكذب، أنا وراي في ساحة فاضية، أنا بشوف لك مناظر، أنا أقسم بالله يوميا أنا كل شهر بقول لبنتي بدي أروح أفحصك العذرية. بنتي مش محجبة بس بتقولي ماما أنا مش راح أغلط، بس أنا عارفة إحنا ببلد أوروبي، اللي بقولك مش راح يغلط خاف منه، اللي بقولك أنا واثق بولادي اللي بخلف 10 و9، ما تزعلوش مني. هلأ أنا عارفة إني راح أنشتم 8 و9 و10 أولاد، أنتوا أصلا إحنا ولدين والله ماني عارفة أربيهم، لا عارفة أحفظهم قرآن ولا عارفة أقرئهم عربي زي الناس، وأصلا بحكي معهم عربي أقسم بالله لما أنزل على بلد عربي أقسم بالله العظيم إنه الناس بتكون تضحك على العربية تبعتهم. اللي أجوا جداد أنا ما بقولش بعرف إنه هم بحاربوا بكل شيء وبكذا، بس أنتوا شايفين شو عم يطلع، كل يوم عيلة عم تتاخد أولادها، صدقا ليش نكذب؟ مسلمة مسيحية الناس كلها تدمرت نفسيا بهاي البلد، نفسيا بتتعالج 5-6 سنين، نص الناس اللي قاعدين اللي على المساعدات بتعالجوا نفسيا بالإذلال. شوف اللي قاعدين على المساعدات عايشين بالذل، كل شهر شهرين لازم يروحوا يعملوا موعد ويبكوا، أقسم بالله العظيم أنا شفت بعيني
انا تعاملت، انا بطلعش كتير يعني بالليل، انا اصلا سبحان الله انا عندي الساعه 6 بتسكر البلد، يعني هم بيسكروا البلد الساعه 8، انا عندي بيتي الساعه 6 بسكر البلد، يعني بعرف شو بيفتح برا. مره صدف قلت خليني اطلع امشي بشارع المشي، شارع المشي يعني شارع الديسكو، يعني شارع فيه ديسكيات بيفتحوا بالويكند بالعطله، ديسكويات وسهرات وهيك، قلت خليني والله اروح مره اجرب انا ورفقاتي، انا حتى ما عندي كتير يعني، هم هدول التنتين ثلاثه. رحنا فلقينا وحده قالت لنا تعالوا بدنا نروح على بيت بنات، انا اقسم بالله هذا الموقف صار معي من 10 سنين، ومن يوميها كانوا حتى اولادي صغار ولهلا مرعوبه. كانوا رحنا على بيت في ثلاث بنات 15 سنة 14 سنة 15 سنة، متذكريتهم لهلأ، البنات أمارات وصغار وقلبهم لله، بس المشكلة كاينين ماخدينهم من أهليهم عايشات لحالهم، أقسم بالله كل يوم بيستقبلوا شباب. آه والله آه وحياة ربي، هلأ بغض النظر هم بيعملوا شيء غلط أو لا البنات، بس إنه أصلا مجرد إنك أنت كل يوم تحكي مع شاب أصلا غرض. بقول لك هون عايشين ببلد على المساعدات، أنا مرة سألت المساعدات حلال ولا حرام، قال لي الشيخ حلال. سألت لما اشتغلت رفيقتي بالكوموني قلت لها معلش أعرف بس المساعدات من وين بتيجي فلوسها، قالت لي من الخنزير ومن الخمرة. إحنا بنضحك على حالنا يا جماعة، لو جيت على أوروبا رح تشوف ماشي منيح في كم واحد رح يطلع لك مناح، ما بنكذبش ماشي رح يطلع لك أول شهر شهرين واحد اثنين لما أنت تدمع وكشا يتعاطفوا معنا، ما عنديش مشكلة بتعاطفوا معك، بس أقسم بالله قلبهم حقود من جوا. يا عمي يا عمي إحنا ليش بنكذب على بعض، هم دمهم وجسمهم من الخنزير والخمرة، يعني هم منبنوا من خنزير ومن دم، ودمهم لحمهم كل شيء منبنى من الخنزير. 90% من شبابنا اللي بتقول لك 24 ساعة ابدي بالجامع، أنا أقسم بالله العظيم لأني لما جيت على البلد هاي 16 سنة أنا دخلت بكل عيلة يعني عيال البنات لأنه كانوا يعتبروني صاحبيتهم، بنت صغيرة جاي على الدنمارك حرام بيشفقوا عليها يعني. طبعا هلأ مر الزمن كانوا يصاحبوني، اقسم بالله كانت تقول لي، كانوا يقولوا لي مثلا النسوان يا الله ابني ما احلى وابني بروح الجامعه 24 ساعه، ابنها 24 ساعه عند صاحبته، هلا بيتصلوا لك بيقولوا لك احنا قاعدين حد الجامع. يا عمي لو ابنك قاعد بالجامع يعني ولد بالجامع ابنك قاعد مصاحب، ما تكذب على حالك. مش انا عندي هلا ابني شاب وبقول ليش انه مصاحب او مش مصاحب، انا متاكده انه مصاحب، ليش بنكذب على بعض؟ لا عندنا احساس. هلا بتفوا علينا بالشوارع بعد كورونا، احنا شفنا النيله، انا بعد كورونا يعني اذا كنت في نسوان اذا كنت تقرب عليهم كانه انت اللي جايب المرض، يعني تفوا علينا. انا بتعرف اول ما جيت على البلد ما كنت اعرف اللغه، كنت 16 سنه وما كنت تعلمت وحبلت فورا جبت بنت، انا اقسم بالله كانت وحدي كل ما تمر من جنب تقول لي بالدنمارك ديوت يعني حيوان، انا كنت اقولها تاك مفكره انها بتمدح فيي. اه والله لما بنتي صارت سنتين فبتقول لي مو انه ماما عم تقول لك انه انت حيوان بنتي الكلب، وانا ما بسكت يعني، انا طارتها بعدين شتمتها. مش بس انا، في كتير ناس يعني، انا بعرف واحدة يا حرام مولودة بالدنمارك وكانوا مهددينها باخذ اولادها، مديرة واحدة بتشتغل بالمدرسة قامت اخذتها على جنب وعزمتها على بيتها، اقسم بالله اتصلت فيي قالت لي نور رح امسك السكينة واذبحها، فعلا اجتها على البيت ما هي من دون علم المدرسة هددتها بالسكينة، قالت لها بتقربي علي وعولادي بذبحك. اه قالت لها قالوا لها الشرطة جيبي اثبات للدنماركي، ما هي مواليد البلد الثاني. ما جابوا، ما جابت اثبات، ما هي راحت بدون علم حدا والتاني ما عليها اثبات، هدد بعدين بعدت عن اولادها عم يسحبوا اولادهم. انا هذيك المره في واحد ما اجرته ما جاب عيله فلسطينيه من غزه، يا حرام لا ماخذين جواز ولا شيء، وسحبوا منهم مرتين الاولاد، اول مره 5 اولاد وردين جايبين 4 المساكين ساحبين منهم مره تانية. طب انتوا ليش رجعتوا لنفس الكوموني وانتوا عارفين نفس القانون، نفس القانون راح يتاخذ الاولاد اذا قعدتوا بنفس البلديه، واضح القانون للجميع يا جماعه. عارف انا لاني اتطلقت اهلي كلهم ما بيحكوش معي ولا واحد من العيله، لانه احنا بعيلتنا بالاردن ما فيش حدا بيتطلق، وقالوا لي ارجعي على الاردن، بس انا لا طمعت، قلت ليش ارجع على الاردن، انا خسرت اهلي وهلا راح اخسر اولادي، اقسم بالله راح موت وانا عارفه راح موت، راح تطلع ريحتي لاندفن. حاولت اترجيت اهلي، حاولت ارجع ما قبلوش، قالوا لي شو اسمه بعد ما زعلوني ما فيش، ما هو اهالينا كمان ضدنا. فانا بس بدي انصح نصيحتين للناس اللي بيقدروا يرجعوا واللي عندهم بيوت، يا جماعه والله عندكم بيوت انا بعرفه انتم بتعرفوا، احنا ليش بنكذب على بعض؟ حتى اللي اجوا جدود جداد هلا يا حرام اللي مانعهم يمكن الجوازات، اللي ما اخذش الجواز يمكن بقول الجواز مانعينه، لانه هم الناس اللي ما بيقدروا يرجعوا بيرجعوا بالوقت الحالي، جوازهم يمكن في ناس ساحبين جوازاتهم عشان طلبات أو شيء، بس الناس اللي عندها جوازات 90% بيقدروا يرجعوا وعندهم بيوت. طبعا هنيئا أنا الناس هدول اللي رجعوا
نفسي نفسي هيك ابوسهم، اعمل لهم حفله. هدول بيستاهلوا عن جد، هدول عم يجاهدوا، هدول عم يجاهدوا فعلا. اللي في منهم رجعوا اصلا ما في عندهم بيوت، لا عندهم جنسيات ولا عندهم شيء. نص الناس اللي هون بالدنمارك، انا بقول لك انا عشت بالدنمارك وبالسويد وباسبانيا، نصهم اخذين الجنسيات ونصهم عندهم فلوس. انا اقسم بالله بعرف ناس في عندها فيلا. 90% من الناس اللي اصلا باوروبا باخذوا تقاعد مبكر، يعني اصلا لو قعدوا ببلادهم بيجيهم راتب. يا زلمي انا لما سمعت قصصهم عندك العائدون، عارف قلبي بقول شو هدول مخهم، هدول شو، هدول كانهم راحوا حجوا 100 مره. اقسم بالله انا لما اشوف اولادي هلا، اقسم بالله يوميا بيجوا اولادي بيقولوا لي ماما انت مدمعه. انا يوميا بعرف اني خسرت اولادي. وسامعني، لا لا انا بحكي الحقيقه، آية قرآن زي الخلق والله ما بيعرفوا يقرأوها الأولاد، ولو قرأوها نص عاداتهم نص أكله. أنا مرة شفت أولاد صغار بيشتروا من محل هون عنا عامل تنزيل على النقانق، فموجود بالنقانق خنزير، هم بيحطوا لك نقانق وبيكون معه خنزير. أقسم بالله قلت لهم في خنزير هيدا، قالوا لي بس بعشرة قرون. شو عشرك؟ أنت أمك ما علمتك إنه حرام؟ هاي عمار العمارة اللي قبالي أنا بقول لك إياها. طبعا أول شيء أنا الشباب اللي بأوروبا حرام مساكين، لأنه إحنا أصلا هنا الحكم للنساء. هلأ اطلع، هلأ هلأ أنا أطلع أقول ابني ضربني، البوليتي كله الشرطة كلها راح توقف معي يأكلوه. أنا جدا مش فئة على الأولاد. وهلأ لأنه أنا أصلا مرة طلعت باص مع ابني، شوف التنتين عربيات عم يصيحوا على ابني. بس أنا يعني صراحة أنا من النوع اللي بسرعة بعصب، يعني ياريتني أتعلم من خباثة الشعب الغربي. بس بعدين لما صرت أفكر فيها وشوف يا حرام العائلات هدول، هدول شو مخهم، هدول كسبوا أولادهم، أولاد أولاد أولادهم كسبوا 10 أجيال لقدام. أنا من زمان من زمان والله لما كنت أقول قبل ما نتطلق، يعني أنا وجوزي الله يهديه يعني هو بالمرة، خلينا نستقر بالأردن، هو عيلته هون. لا مجنوني أنت، مجنوني هون كل شيء ببلاش. أنا مرة سألت واحدة عندها تقاعد صغيرة بالسن، عندها تقاعد وعندها بيت بلبنان بجنن وعندها ما شاء الله، قالت لي عندي رانج روفر وعندي سيارة وعندي محل وعندي إذا بدي أشت. قلت لها مرة ليش ما بتنزل تستقري بلبنان، يعني لبنان بلد حلوة وأنت ما شاء الله عليك. قالت لي لا هون كل شيء ببلاش، شوف التنزيلات هاي، اذا حدا لقيت حدا يدفنك لان انت هون بتندفن. انا اولادي هذيك اليوم قاعدين عاملين اجتماع، ماما انا عمري 36 اولاد، اولادي عاملين اجتماع، ماما اذا ماتت بدي احرقها. والله والله قاعدين بيتفقوا عشان انت اذا اندفنت هون بدك تدفع كل 10 سنين مبلغ او الجثث بتطلع بترمى. قاعدين بيفكروا. والله ابني بيقول لي يا من وديك على الاردن. قلت له طب مين بده يدفني بالاردن، ما عنديش حدا. قال بيقول لي لا احنا ما بننزل على الاردن ما بنعرفها. واللي عنده واللي قاعدين بجمعوا بجمعوا عشان بسؤال، سؤال للجميع اللي هلا قاعدين بينتقدوني وبيشتموني، انا بعرف اني طولت. سؤال للجميع واللي قاعدين بيكتبوا انا اولهم، احنا جمعنا 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 واشترينا بيت. انا اشتريت بيت بالاردن، انا اقسم لك بالله ما دخلته. انا ليش هلا بقول ليش اشتريت، وهلا نزلت العقارات اصلا خسرت مصاريك. انت اللي بيشتروا قاعدين ميتين وقتلانين عشان يشتروا شقه بالبلاد. طب انتوا اصلا سياحه ما عم تنزلوا، انتوا اذا بدكم تنزلوا سياحه بتروحوا يا على مصر يا على تركيا، انتوا ليش بتكتبوا حالكم؟ فانتوا اللي عم تجمعوا قاتلين حالكم على الذهب وعلى التجميع وراكدين على التنزيلات وعم تجمعوا فلوسكم. اصلا نسكوا حارمين اولادكم ما نكذبش على بعض، ونسكوا قاعدين بينزلوا هلا بالعيد المسيحيين في مساعدات. والله اقسم بالله بكون الاول يسال الثاني قديش طلع لك مساعد. المهم شو اسمه، فبقول لك من الى قديش اخذت، كل واحد بيسأل الثاني. سؤال للجميع، جمعتوا واشتريتوا بيت، بس انتوا حتى على بلادكم ما عم تنزلوا، بلادكم اللي هي بلادكم والله ما بتعرفكم، حتى اهاليكم ما عم تساعدوهم، حتى صدقات فلوسكم اقسم بالله انتوا ما مطلعينها. انتوا لو مطلعين صدقات فلوسكم اقسم بالله ما في تلاقي واحد فقير عندنا ببلادنا. بقول لك نشتري ذهب، قال اذا لبسنا الذهب ما بنطلع له زكاه. يا جماعه الصدقات حلوه، اذا طلعت مبلغ بسيط لكل عيله، لو طلعت بس بالسنه مرتين ثلاثه صدقات عن أطفالك، رد أذى عن أطفالك، كم مصيبة راح تنرد عنك. بتجمع عشان تشتري بيت بالأخير مش راح تشوفه بحياتك ولا أولادك راح يشوفوه. مبروك عليكم الاكتئاب والسفالة، وخسروا أولادكم إذا ما سحبوهم راح تخسروهم. ما أنتوا مش بس اللي سحبوا أولادهم خسروا أولادهم، لا وليش اللي احنا ربينا أولادنا ما خسرناهم. مبروك عليكم الكآبة والذل والإهانة، مبروك عليكم أوروبا، احنا نذلينا لقلنا بس اللي بقول لك غير هيك كذاب. أنا بقول لك بحكي مع ناس بقولهم والله عايشين بذل وإهانة، لا لا والله هينا مكيفين ما شاء الله علينا. هدول بيطلعوش من البيت أصلا، ما بتعاملوش مع ناس بيشتغلوش،
نايمين للساعة 1 الظهر. مبروك عليك وتعالوا على أوروبا، هي أوروبا فاتحة أبوابها للذل وللإهانة وللعنصرية. والله أقسم بالله واحدة تونسية حرام مع أولادها كانت على البحر هي وجوزها بالدنمارك، يا رب ألقى لك الفيديو والله اللي بعت لك إياه. إجا واحد عنصري كلب ابن كلب صار يشتمها قدام أولادها هي وجوزها، شوف قمة الإهانة. أولادها أصلا كيف بدهم يحترموها؟ أقسم بالله أنا هذيك المرة فتت على محل، أقسم بالله إجا واحد لا دعمته ولا شيء صار يشتمني. إجا واحد تاني عربي شتمه، ما عنديش مشكلة، ما أنا ما كنت يعني أنا أصلا ما كنتش راح أسكت له. بس مبروك عليك أوروبا، هي آخر كلمة، تعالوا على أوروبا. شو بدكم بتجنن؟ شو بدكم غلا؟ بتفوت والله ما بتشتروا نص الأغراض اللي بدكم إياها، يا إما بتجمعوا وبتعيشوا بالجوع. هي أنا بدور على أرخص واحد، شو بك أنت؟ وأصلا الأسبوع الماضي كله ما عملتش سلطة، لأنه صراحة جات السلطة عم يكلفني 100 كرون 150، خي بلاها. ما في اشتري ضمة بقدونس ولا شو اسمه رقين بقدونس حاطين لي اياهم ب 14. لا سلام، انا هيدا باول الشهر بشتري واحدة تنتين. الا طبعا اللي معهم مصاري كتير، يا اما بيشتغلوا بالاسود، يعني اذا مسكتهم الدولة، عفوا عفوا من هاي الكلمة يعني راح تلعن جدهم، يا بيشتغلوا بالاسود يا مشغلين نسوانهم 24 ساعة، يا اما اصلا على المساعدات وبيشتغلوا مش شايفين اولادهم. ما انا بدي يقولوا لي هدول اللي بربوا اولادهم معهم مصاري كتير، يا خي من لهم المصاري؟ ما هي عايش باوروبا. او عندي ولدين هلا بجيب لك اياهم بيشتغلوا عندي بالبيت، يعني بدخلنا فوق ال50,000 كرون. شو 50؟ اكثر، ده بنت الشهر الماضي نزل لها 6-18. انا اقسم بالله، اقسم لك بالله، انا واولادي الثلاثه قعدنا للداين، كل واحد بيعرف حدا بروح بالداين منه اخر الشهر. اي بندوره ما باخر الشهر ما وهيدا السلمون والكافيار الكافيار انا اصلا ضايقته مره مرتين بالاوتيل لما قعدت بمصر. انا غير هيك بكذبوا عليك الناس، خسرنا اولادنا واولاد اولادنا، حتى اللي بيعرفوا عربي وبيقراوا قران. شايف البنات وبعرفهم يا خيي، انا عايشه معهم. ومبروك للعائلات اللي عن جد استقرت الدول العربيه، انا مش عارفه شو بمخكم، يا ريت تدرسونا.